اذا اتفق الاخوه ان يزوجوا عيالهم كل واحد ابنه الثاني بدون مهر، هل يدخلوا بذلك في الشرار؟ ليس هذا من الشرار، اذا كان هو شرط، بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه واتفق اباء الاولاد والنساء على ذلك من دون شرط فلا باس بذلك، ولكن لو بد من المهر يجي لكل واحد مهر مثل وإن لم يسموه فلا بد من المهر، لأن الله جل وعلا قال لا جناح عليهم طلاق النساء ما يتمسهن أو يفرقهن مليء فنيق، فنكاح صحيح ثم قال بعده متعهن، الحديث الصحيح من النساء سئل عن المرأة التي لا يفرض لها قال لها مهر نسائها لا وكس ولا شرع. نعم. عندي هذا المهر من الكتاب أن الكسوة سواء من الذهب والثياب، إذا تراضى به لا بأس، إذا تراضى على كسوة أو على دراهم أو على حلي من الذهب والفضة كفى.